بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء الشهداء الأكارم، سماحة الشيخ المجاهد بن حفصي، أخواني أخواتي الحضور، عوائل المعتقلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم الإخوان في عدة شقوق، وسوف أتحدث في الشق الإنساني. مع أني وأنتم تعلمون أن هذا النظام لا يملك أدنى ممتلكات إنسانية. هذا النظام منذ 230 عاما لليوم يمتهن سحق الإنسان المحرم، يمتهن سحق كرامة الإنسان المحرم، يمتهن النيل من شأن المحرم صغيرا أو كبيرا. لدينا مثال حي، هؤلاء الأطفال الذين قام هذا النظام الظالم الغاشم باعتقالهم في بركة سباحة. أحب أن أذكر هذا النظام أن هؤلاء الأطفال الـ14 لديهم 14 أم و14 أب وأخت وعم وخال وصديق وقريب وجار وزميل، كل هؤلاء المقربين لهؤلاء المعتقلين يدعون على هذا النظام. ونحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى انه يسمع دعاء الامهات، يسمع دعاء الاباء الذين يدعون انحرقت قلوبهم على فقدان فلذات اقبالهم وعلى إبعادهم عنهم. لذلك على هذا النظام أن يعلم أن نصف شعب البحرين وأكثر أصبح لا يطيق العيش مع هذا النظام. إذن هذا النظام أصبح مكروها. لا يزال هذا النظام عن موضوع الدعوة إلى إسقاط النظام أو إصلاح النظام، لأن هذا النظام قد كتب على نفسه أن يطالب هذا الشعب بإسقاطه.